قالوا لك انه بتشبه طوني حنا. لك السيد طوني حنا مطرب كلنا بنحبه، هو اسمه طوني حنا، انا اسمي حوني طنا، كذاب انا بالقلب انا. وكلهم بيقولوا كده، كلهم بيقولوا كده، ما بعرف غني صوتي، لو جيتي قبل 40 سنة وانت هالقد كنا تصاحبنا، كنا تعرفنا على بعض. وغنيت لك يا قلبي، بس هلا اجل كيف ما بحبه، مطربنا مطرب شعبنا مطرب لبناني هيدا على القليلة، بس بدنا نحب الأجانب المطربين الأجانب، أجانب بحب القدام هاو مثل فرانك سيناتر مثل هيدا الأرمني أزنافور مثل هاو اللي بحبهم القدام، أجل أرمني هاو القابل هاو القدام القدام، لا والله هيك مطول مش ملاقي شي ربي ربيتهم. كلهم بحبوني، أنا بحبهم للبنات لجنة ما بينحبوا بيني وبينها، بدكم تفضحوني تطلعوني على التلفزيون، بدكم تفضحوني مشان تحرية جبر ما علي وجبر شو بعد، لأنه أنتم صوريني هلا أنتم بتقطشوا منا أشياء ولكن بتقطشوا قطشوا شوي لأنه في بعض الكلمات، بس هاو الكلمات اللي طلعوا بقى يعني أجل وخاصة الحلوين مثلك. عيب خلاص، كنا أيام الصبا والجمال والأمل المنشود، كنت غني لها يا زهرة في خيالي، رعيتها في فؤادي، كنت غني لها، كنت غني لها طلع علي الليل وحدي، وهلا كبرت وخلصت القصة. شو عرفنا؟ ولا وحدة كانت تقبل فيي، ويعني هني مش نسوانجية كمان نسوان، ما في منهم كتير نسوانجية، نسوان بحبوا، في منهم بحب بعضه، وفي منهم بحبوا رجال، رجالجية مش نسوانجية، رجالجية. ايه ليش ما تزوجت؟ وهيك نصيب، قد ما تزعرنا قد ما تزعرنا بحياتنا سكتك. وحياة الله. ايه والله عندي كلبي هالقد بالشون يقبرني الله ما احلاها، بتسليني بالبيت بتسلم، مش احلى من المره لا، بس انه بتسلي بالبيت، جايب لها اكل ب20,000 هلا اليوم بدها 20,000، انا مش عم باكل انا مش عم باكل ب20,000 كل يوم، هي بدها لحمه ودجاج وزيتونه، مره عم بحضر فيلم على التلفزيون صبي صغير عنده كلب مثلها اوليف اوليف يعيط لها زيتوني اوليف، سميتها زيتوني، كانت هالقد اسنان ما لها مثلي هيك. كان شي الأسنان. شو بدنا نقول؟ بدنا نقول الله يرجع هدوة البيت لهالبلد. لا السيد طوني حنا راسه وعيني، هو خينا سيبت ربي خلقني هيك لأعطي تلميح منه، هو إنسان محترم وأنا بحبه والعالم كله بتحبه، كفي إذا بيطل شو الطل الحلو اللي هو، وطيب إذا بيشبع طوني حنا ما وقفت الدنيا هون يعني؟ وقفت هون الدنيا إذا بيشبهه، ما الله خلقني بيشبهه، ما في واحد بيشبه صدام حسين، واحد بيشبه الخميني، واحد بيشبه مدري مين، واحد بيشبه الحريري، الله خلقنا هيك. شي مرة عم تشوفني ظاهر محمد البيضاوي؟ لا بتسترجي؟ لا بحول عيوني بلا مش أنا مثل عادل إمام، مش أنا. حمدان تعرفني. وأنت كمان. أنا دكتور حميدو بيقولوا لي، دكتور بحب الحلوين. دكتور عفش ولا غنية مش حابب صوتي مش حلو، قبل 40 سنة كنت غنيت لكم، قبل 40 سنة كنت غنيت لكم، هلا صوتي مش حلو، بعدين انتبهوا يا حلوات ويا حلوين، يا حلوات نمر التليفوني 405 خضر، اللي بحب يتلفن لي يتواصل معي 405 خضر، يعني بعدني تشوفوا الطقس ما احلى يا حلوين، تنسوش نمر التليفوني وبحبكم يا حلوين. يا زهرة في خيالي رايتها في فؤادي، جنت عليها الليالي وادبلتها الايادي وشغلتها العيون فما تسحر جفون. شكرا. شو الصوت الحلو؟ انت الحلو يا حلو، انا الحلو صوتي، لو ما انت بغني انا لا بغني. خلص خلص انا بشكركم فيوتشر المستقبل، كلمة اليوم زيتوني.